من الممكن تحضير العديد من وصفات الشوفان للوجه والبشرة، كما يمكن أن تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة بما فيها الكريمات على دقيق الشوفان، حيث يفيد استخدام الشوفان للبشرة في الحفاظ على صحتها والتقليل من مشاكلها المختلفة بما في ذلك علاج الحكة وجفاف البشرة. يمتلك الشوفان العديد من الفوائد العلاجية والتي يمكن أن تتضمن علاج مختلف المشكلات الصحية التي تصيب البشرة، ويمكن أن تعود فوائد الشوفان للبشرة لامتلاكه الخصائص التالية: القدرة على تقشير البشرة وإزالة الأوساخ والزيوت وخلايا البشرة الميتة من على سطح البشرة، القدرة على ترطيب بشرتك، وكذلك القدرة على التقليل من التهاب البشرة، والقدرة على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الملوثات والمواد الكيميائية. كما يحتوي الشوفان على نسبة جيدة من الفيتامين إي المعروف بفوائده المتعددة للبشرة بما فيها التخلص من جفاف الجلد، كما أنه يحتوي على العديد من المركبات المفيدة للبشرة ومنها البيتا جلوكان ومركبات الصابونين ومركبات الفينول. كذلك يتضمن أو تتضمن فوائد الشوفان للبشرة في ترطيب بشرتك، فيمكن استخدام الشوفان لصاحبات البشرة الجافة، فهو يعتبر كمطري ومرطب طبيعي رائع للبشرة، حيث يساعدك البيتا جلوكان المتواجد فيه على امتصاص الماء وتكوين طبقة رقيقة عازلة على سطح بشرتك، وهذا ما يساعد في زيادة رطوبة البشرة والتقليل من جفافها. كما يمكن أن تعود فوائد الشوفان للبشرة الجافة لاحتوائه أيضا على نسبة جيدة ومتوازنة من الأحماض الأمينية بالإضافة إلى نسبة عالية من السيليكا. كذلك من فوائد الشوفان قلت تقليل حكة البشرة. يمتلك الشوفان خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ولهذا يمكن أن يساعد وضعه على البشرة بهذه الوصفات في تخفيف حكة البشرة وتهيج الجلد وجفاف البشرة أو حتى الإصابة بأمراض جلدية مختلفة، أذكر منها الإكزيما أو الصدفية أو الجدري أو طفح الجلدي أو كذلك التهاب البشرة التحسسي. ممتازة جدا هذه الوصفات لعلاج هاته المشاكل التي ذكرتها. وتتضمن المركبات التي يحتوي عليها الشوفان والتي تعزز من فوائد الشوفان للبشرة المصابة بالحكة فيتامين إي وحمض الفيروليك وكذلك مكونات أخرى. كذلك له فوائد علاج أمراض البشرة الالتهابية، حيث يعد الشوفان خيارا مناسبا للتخفيف من الأعراض لدى الأفراد المصابين بأمراض الجلد الالتهابية بما فيها الإكزيما والصدفية، بالإضافة إلى قدرته على التقليل من جفاف وحكة الجلد المرافقة لهذه الأمراض، حيث يساهم الشوفان في التقليل من الالتهابات في بشرتك. وكذلك كذلك يعالج كما سبق وذكرت البشرة المصابة بالإكزيما وكذلك الصدفية. ممتاز للتخفيف من حب الشباب. تتضمن فوائد الشوفان للوجه والبشرة إمكانية مساهمته في علاج حب الشباب، فهو يعتبر منظف ومقشر رائع للبشرة ويعمل على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، كما من الممكن أن يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة وإزالتها عن سطح البشرة، بالإضافة إلى قدرته على تقليل حجم مسامات البشرة باستخدام هذا الماسك الموضح أمامكم. أيضا يمكن أن تعود فوائد الشوفان لحب الشباب لاحتوائه على الزنك الذي يقلل من الالتهابات ويعمل على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. وكذلك بهذا الماسك تعتبر بذور الكتان من الأشياء الرائعة ليست فقط للجسم وإنما أيضا لبشرتك،
حيث تحتوي على قشور ومضادات أكسدة التي تساعد في شد الجلد ومنع ترهله، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية تحافظ على تغذية بشرتك وترطيبها، وتأتي بذور الكتان ضمن الأطعمة الخارقة كما يصفها الخبراء، ويطلق عليها ببذور تجديد الشباب لأنها تساعد في توفير العناصر الغذائية لأجسامنا، وذلك من الداخل والخارج. ويمكن الاستفادة من بذور الكتان من خلال مزجها في عدد كثير جدا من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر كما هو موضح. بذور الكتان بالنسبة لمحاربة التجاعيد: بذور الكتان تعالج أو تعزز الكولاجين الطبيعي في بشرتك، لذا فهي لن تساعد بشرتك على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة فحسب، بل ستجعل بشرتك نضرة ومشرقة. له فوائد كثيرة جدا لشد البشرة، وكذلك تعمل على علاج التجاعيد حول العيون وحتى حول الفم. مثلا لدينا وصفات أخرى غير هذه الوصفة. نأخذ ملعقة كبيرة من بذور الكتان، نضيفها إلى كوب من الماء، نترك بذور الكتان في الماء طوال الليل، وفي الصباح يمكن استخدام الجل أو الماء المتحصل عليه كدهان للبشرة. كذلك نضيف ملعقة كبيرة من دقيق الأرز، نشا الأرز، ملعقة كبيرة من العسل، ونصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وكبسولة فيتامين إي كبديل في خليط بذور الكتان. نمزج جميع المكونات، وكذلك نسكب الخليط في مطحنة للحصول على قوام سلس. نضع طبقة كثيفة من هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة. نغسل الوجه بالماء البارد، ويمكننا استخدام هذه الوصفة بشكل يومي، سيجعلك تشعرين بالفرق وفي أيام قليلة جدا. يمكن كذلك استعمال وصفات بذور الكتان للشعر، فهي ممتازة جدا، ويساعدك قناع بذور الكتان للشعر في الحفاظ على شعرك ناعم ولامع. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو والإعجاب به حتى يصل هذا الفيديو لعدد أكبر من المتابعين للاستفادة منه. شكرا على مشاهدتكم، ودمتم أوفياء أصدقائي.